موجود. عايز أقول لحضراتكم أن كل نقطة أو كل تصريح وكل إعلان عن الموقف المصري يطرحوه لنقاش وفي الآخر يصلوا إلى وفي الآخر دليل على أنه الإدارة المصرية ودليل على أنه الدور المصري مستمر، يعني بيطرحوا بره في مراكز الأبحاث كل اللي بيتقال ويقولوا أنه يتوقفوا أمام التصريح النهائي للسيد رئيس ودوره تجاه الفلسطينيين وموقفه المعلن وموقف الدولة المصرية المعلن من القضية الفلسطينية وفكرة عدم القضاء، إن إحنا لا للقضاء على القضية الفلسطينية ولا على الجيش الشعب الفلسطيني. دكتور جمال، حتى استمر هذه الضغوط على مصر من بشكل عام بقى، بتكلم على إسرائيل، بتكلم على أمريكا بمباركة الغرب بابا، يعني دعيني أقول لك طبعا في إطار، قبل ما أقول هتستمر الضغوط، في إطار الحديث عن دور مصر أيضا لا ننسى ما تحدث به الأمين العام أو سكرتير عام الأمم المتحدة، لأن مصر هي عمود السلام في هذه المنطقة أو هي بوابة السلام، أشاروا لجفت قرارهم أو بوابة السلام. نأتي، هل هتستمر هذه الضغوط؟ سوف تستمر هذه الضغوط، ولذلك مصر يعني حريصة على أن يكون لها جيشا قويا، جيشا مصر جيشها من أقوى الجيوش يعني في المنطقة، برغم أنف الحاقدين وبرغم يعني مصر يعني كثير من موازنة مصر، ليه كثير من موازنة مصر بتروح على التسليح أو تحديث الجيش المصري؟ الجيش المصري شهد طفرة كبيرة جدا في التحديث لم يشهدها من قبل، يعني شهد طفرة. ليه؟ لأن أساسا في العقيدة القتالية للقوات المسلحة المصرية أن العدو هي إسرائيل. طب تقول لي إزاي كده بتقول هذا الكلام وأنت عندك اتفاق سلام؟ أنا عندي اتفاق تسوية مع إسرائيل. ليس هناك تطبيع مع إسرائيل، برغم أن هناك دول يعني ليس لها مشكلات مع إسرائيل وهرولت نحو التطبيع. مصر برغم أنها عقدت اتفاق تسوية أسمته باتفاق سلام، أو العالم أسماه باتفاق سلام، لكن ليس هناك تطبيعا واحدا، ليس هناك تبادل بعشرة. الشعب المصري الوحيد اللي رافض التطبيع الشعبي مع إسرائيل. بالضبط بالضبط كده. في شعوب عربية كتير مصر تدرك تماما ان الحرب، يعني ان انتهاء حاله الحرب بينها وبين اسرائيل ليس معناه انتهاء الصراع. مصر في قلب الصراع العربي الاسرائيلي. لكن بتدير الصراع بادوات يعني تتناسب مع المرحله ومع طبيعه المشكله اللي احنا بصددها. اذا دعا الداعي الى حرب اخرى سوف تكون مصر جاهزه الى حرب اخرى مع اسرائيل، ويعني سوف لو تكون في خطر على الامن القومي المصري سوف تكون هذه الاتفاقيه مجرد حبر على ورق. فبالتالي الامن المصري القومي هو فوق كل شيء. القوات المسلحه في حاله من الاستقلاليه، هل انت متوقعه كده في ظل هذه الازمات اللي احنا عايشينها وفي ظل هذه النظر الحرب وفي ظل الحديث عما لا الأسوأ لم يأتي بعد؟ صحيح. القوات المسلحة القوات المسلحة قاعدة في الحالة العادية في حالة استعداد قصوى. صحيح. يعني في حالة استعداد قصوى وهي طبعا في حالة من الجاهزية الدائمة. طبعا. لكنها في حالة استعداد قصوى في ظل تحسبا لما هو آت. وقد يكون هذا النظر صحيحا، وبالتالي أنا أعتقد طبعا أننا يعني كل أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر لديها استعداد لما يكون الأسوأ الذي قد يقدم إلى المنطقة ويزيد الأمر تعقيدا. دكتور جمال، هيزيد الضغوط على مصر، وده مهم قوي أن المواطن يعرفه، في ظل الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها، وكمان أنت جاي عليك انتخابات رئاسية كمان شهر. متوقع أن الضغوط هتزيد أكتر في الشهر ده؟ نتكلم في تقريبا يعني شهر ونص على الانتخابات. بالطبع يعني الاحداث عشان كلها ده محتاج مننا وعي. المشهد يجب بالفعل ان نفكك المشهد، نفكك خيوط المشهد. يعني انتخابات الرئاسيه ده استحقاق يجب ان يتم. اعتقد طبعا ان مثل هذه الازمه ستجعل قطاع، لا أقول، لكن على الأقل نقول الأغلبية العظمى من الشعب المصري بتلتف حولهم قيادتها، ولا سيما أنها قيادة واعية لديها
خلفية كبيرة جدا بطبيعة الأحداث وطبيعة المخاطر التي تهدد مصر، نظرا لعمل الرئيس في مؤسسات ذات يعني دراية بطبيعة الأخطار التي تهدد الأمن المصري، كان رئيس المخابرات الحربية.